يا مساء الخير والسعادة على كل اللي بيشوفونا على قناة الصحة والجمال، وأهلا بيكم في حلقة جديدة في الصالون. تقدروا تتابعوني وتتواصلوا معايا من خلال صفحتي على الفيسبوك ندى أمام بالعربي وبالإنجليش. احنا دايما في الصالون بيكون ضيوفنا مختلفين ومن كل المجالات، وضيفنا النهاردة في مجال مختلف شوية. هنتكلم معاه على حاجة مهمة جدا، ازاي نقدر نشتري اللحمة بشكل صح من غير ما يضحك علينا، وايه الحاجات اللي لازم اخد بالي منها وانا بشتري اللحمة. ضيفنا النهارده استاذ علاء فريد الشرقاوي، صاحب جزاره الشرقاوي. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ تمام الحمد لله. في الاول كده انا عايزه اعرف منك، انت دخلت مجال الجزاره ده ازاي؟ احنا ابا عن جد وراثه، يعني وراثه، يعني من امتى وانت بتروح وبتشوف الحاجه؟ من وانا 9 سنين. ما شاء الله. حسيت بروح المدرسه وارجع في الاجازه اروح للمحل. هل حسيت ان انت حابب الموضوع؟ يعني في ناس مثلا يبقى والدهم بيشتغل شغلانه معينه او حاجه بس هو ما يحبهاش او يقول لا انا هجرب حاجه تانية. فانت من وانت صغير كنت حاسس ان انت حابب المجال؟ عايش. كنت بتحس بايه وانت رايح كده مثلا تقف في المحل وتتفرج على الـ 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 الدبايح والحاجات دي؟ كنت ببقى عايز ابقى جزار كبير، احس ان انا معلم. ما شاء الله. وانا صغير يعني انت عندك من وانت صغير هدف ان انت يعني تكمل مسيره والدك او مسيره العيله بتاعتك. طيب ما شاء الله عليك. طب انا ممكن اعرف انت اصلا دارس ايه؟ دبلوم صناعي تبريد تكييف. يعني بس ما عملتش حاجه، يعني ما اشتغلتش. لا ما كملتش، كملت في الجزاره برضه. طيب تمام. طب بص انا هقول لك حاجه، انا دلوقتي جاي اشتري من عندك لحمه وانا يعني لا افقه شيء في الموضوع ده خالص، وجاي بقول لك انا عايز اشتري لحمه عشان اعملها مع الخضار، قول لي بقى المفروض تعمل ايه او تديني ايه؟ هو الاول بتعتمد على الجزار نفسه بثقه الجزار اللي انت رايحه له، بس هو بيخيرك حبه تعمليها مثلا في باميه في طواجن، هو بيجيب لك الحته المناسبه اللي تنفع معاها. يعني كل خضار او كل حاجه ليها نوع لحمه معين؟ طبعا. انا ما اعرفش على فكره. لا مش اي حته كده، انا ما بشتريش تقريبا، يعني ما بنزلش السوق كتير في لا موضوع لا اللحمه. كل طبخه ليها حته معينه. والله. طيب ده حلو قوي. يعني في حاجه ممكن اخدها مثلا اجي اسوي مثلا هسويها مع باميه او هسويها مثلا مع بطاطس تختلف؟ يعني تستوي هنا وما تستويش هنا مثلا؟ لا. على لو البطاطس هتدخل الفرن لو لازم حته طريه. ما هي بقى الموضوع بتعتمد ده على الجزار نفسه، او انت تبقى خبره بقى فيها بعد كده. لا هي تعتمد ممكن على الجزار. زي مثلا بيت الكلاوي او السن، في الدوش للفته ده بيبقى حلو طبعا. بس الاسامي اللي انت بتقولها دي عشان انا ما انا مش فاهمه خالص بصراحه. يعني ايه قطعيه طريه اصلا؟ في يعني اجزاء، في كده الجمله في اجزاء في العجل نفسها بتبقى طريه، وفي العميل بيحب بقى جزء ناشف، وفي عميل بيحب طري، وفي اكله بتحب الجزء الناشف واكله بتحب الجزء الطري برضه. طيب الطري ده بيبقى يعني اللي هو انت قصدك مثلا بيستوي بسرعه؟ بتبقى ناعمه. فما تاخدش وقت طويل في النسيره بتاعتها نفسها ناعمه. يعني تبقى دي ما تقعدش على النار كتير؟ لا لا، على طول تستوي، على طول تبقى طريه. طيب يعني انا دلوقتي مثلا في لحم ضاني، في كندوز، وفي بتل، صح كده الاسامي؟ قول لي بقى كل حاجه فيهم ايه. الضاني ده بتاع الخرفان. تمام. الغنم. ده للشوي بقى والطواجن والفرن والمندي والحاجات دي كلها. البتلو بيبقى عمره حوالي 50 يوم او 40 يوم، ده اللي لسه صغير. بس ده اللي بيبقى للناس الكبيره تعبانه خفيف برضو على المعده. ده اللي هو البتلو. ده اللي احنا ممكن نستخدمه طيب في الطبخ عادي في ولا كل حاجه؟ في الشوي وفي الطبخ وفي كل حاجه. هو طري 40 يوم. يعني والكندوز ده بقى ايه؟ ده اللي عدى 6 شهور، اكبر من البتلو. ده اللي هو الكندوز بقى بتاعنا العام يعني. ده يعني الناس بتبقى بتاخد ايه اكتر؟ طيب او يعني بتفضل ايه مثلا، البتلو اكتر، الكندوز اكتر، ولا الاغلبيه الكندوز طبعا. هو ده يعني 70% مصر على الكندوز. ده اكتر شغلك يعني. طب احنا طبعا في العيد الكبير كلنا بنشتري بقى لحوم وبنشتري الاضاحي بتاعتنا والحاجات دي، هل في مواسم تانية غير العيد يعني بيع اللحمه فيها بيكتر؟ في رمضان. وفي مواسم تانية زي رجب وشعبان، نص شعبان، دي برضه مواسم بس ما بتبقاش زي رمضان والعيد الكبير. يعني رمضان والعيد الكبير يعتبروا اكتر موسمين الناس اكتر بتشتري موسمين فيهم لينا. اللحوم. طب بالامانه انت بقى في المواسم دي بتغلي الاسعار؟ لا والله، ده انا اكتر واحد عملت عروض في مدينه نصر. انا محتاجه بقى اتكلم معاك في الموضوع ده. احنا يعني في عز ما كانت اللحمه غاليه والناس بتغلي اسعار، ما غلتش. ما غلتش ونزلت في الاسعار، لان ليه بقى؟ احنا عندنا مزرعتين، واحدة في الشرقية وواحدة في المرج، وعندنا اكتفاء ذاتي من قبل الموضوع كورونا وهي مليانة. ما شاء الله. فما حبيتش أغلي السعر وما نزلتش برضو بالسعر. أنا ثبت ده في حد ذاته هو نزول يعتبر، لأن كل اللي حواليا غلى. أنا ثبت زمان.
بس حلو قوي. مين بقى اصلا كان صاحب فكره ان انت هتثبت يعني انت ما تغليش؟ عماد اخويا هو العقل المدبر يعني. ما شاء الله. انتوا اصلا يعني لما مثلا بتقعدوا تتفقوا على زي ما انت بتقول كده، تقعدوا تتفقوا على حاجه او تقعدوا تتشاوروا مع بعض في حاجه، مين في الاخر اللي رايه بيغلب بقى؟ ابويا هو اللي بيكرر الصح. ربنا يخليه لكم. ربنا يخليك. طيب التعامل مع الناس برضو ما بيبقاش سهل قوي، يعني في ناس تبقى ليها طلبات كده معينه ويجي يقول لك لا اصل، او مثلا ياخد منك لحمه ويجي يقول لك على فكره ما عجبتنيش، لا انا ما اتبسطتش. ونفس الزبون يقول عجبتني وناخد نفس الحته. طيب يعني بتتعامل معاهم ازاي؟ بنقول انت صح حقك علينا وانا اعوضها لك المره الجايه. ما حصلش قبل كده اي مشاكل؟ مش مشاكل يعني، بس يعني اللي هو موقف مثلا معين انت ما عرفتش تتصرف فيه مع زبون مثلا؟ لا لا خالص، اهم حاجه عندنا نكسب ثقه العميل. بس انت بقالك قد ايه فاتح في المكان اللي انتوا موجودين فيه؟ من الستينات. انتوا ما شاء الله يعني في مدينه نصر. في مدينه نصر طبعا. العنوان والارقام موجودين يا جماعه لو عايزين تتواصلوا بقى مع جزاره الشرقاوي تقدروا تروحوا وهم طول الوقت عاملين اوفرات حلوه قوي. طب هل انت بتقولي انتوا عندكم ما شاء الله مزارع وفيها مواشي وكده، فهل انواع العلف بتفرق؟ طبعا. ازاي بقى؟ في علف يعني بالبلدي كده رخيص زي تبن، بس في علف تانية مركبه دي اللي احنا بناكلها. طب انا دلوقتي لو انا عايز اعرف يعني اعرف منين اللحمه الكبيره من الصغيره، لو انا مش رايحه الجزار اعرفه يعني مش رايحه لحد ثقه؟ انت مش هتعرفيها، بس غالبا تعتمدي على اللون بقى بس. وده مش حاجه اساسيه برضه. طب ايه هي اطرى نوع يعني اكتر نوع طري ونقدر ان احنا زي ما انت بتقول مثلا لو حد كبير لو طفل صغير، يعني ايه اطرى نوع ممكن اطلبه؟ لو ما فيش بتلو ده لان هو اصلا ممنوع ذبحه طبعا دلوقتي، ممنوع يبقى ذبحه؟ اجزاء في الكندوز زي الموزه او كده دي نعم على السنين. ليه ممنوع ذبحه؟ عشان الانتاج يكبر لان ده 40 يوم. فلازم عايزينه يستنى. يكبر احسن يزود معانا الثروه الحيوانيه. اوكي. طب دلوقتي اوقات مثلا انا بقى عايز اشتري لحمه واشيلها اخزنها في الفريزر، فشايف يعني ايه احسن نوع ممكن اجيبه؟ وهل بقى في الوقت ده اللحمه تتقطع وتتحط في اكياس ولا تبقى على بعضها؟ لا تبقى سليمه احسن لو هتشيليها في الفريزر فعلا. عشان ما تفقدش كبيره من الغذاء بتاعها. اشيلها صحيحه. طب وبتبقى يعني تقول لي اشتري كذا مثلا، ايه النوع اللي انا اجيبه عشان اشيله؟ اي حته بتتحط في الفريزر. حسب بقى انت عايزه ايه، برضه جزء طري جزء ناشف الباميه او طواجن او كده. طيب احنا كمان يعني هنشوف على الشاشه دلوقتي كمان الفيديو بتاع الجزاره وانت شغال بقى، ويعني انا بحس انه الواحد لما بيبقى بيحب الحاجه اللي بيعملها بتطلع حلو قوي. طبعا. فانت ما شاء الله عليك من صغرك بقى في المجال وفي المكان. وابني 5 سنين على كده طالع في المجال. يعني انت كمان هتطلع ابنك برضو جزار. طب افرض جه ابنك بعد ما كبر شويه قال لك لا انا عايز اشتغل حاجه تانية، خلاص براحته. بس هو من دلوقتي انا شايفه حاببها يعني بيحبها برضو. بتنزله بقى معاك؟ بيجي معايا. بتاخده معاك في المحل وبشغله. والله ما شاء الله. وهو 5 سنين؟ 5 سنين عارف الانواع برضو بتاعت؟ لا ما هوش فاهم الكلام ده، هو شيل دي هات دي كده وبيشتغل. ومبسوط؟ مبسوط جدا. انت قاصد تعمل ده يعني عايز تزرع فيه ان هو يحب الشغلانه بتاعت ابوه مثلا واجداده وانه يكمل فيها؟ طبعا. وشايف ان هو اوريدي بقى هو حابب ده فبالنسبه هي له دي شغلتنا بصراحه. طيب انا عايز اتكلم معاك على الناس، يعني التعامل بينك وبين الناس، بما ان انت بتقول انتوا ما شاء الله بقى لكم 60 سنه في المكان، فتعتبر خلاص انت يعني واحد من من اهل المنطقه. فبتتعامل مع الناس ازاي؟ الناس لما بتيجي تطلب منك حاجه، لما حد بيتكلم، يعني التعامل بينك وبين الناس في المنطقه عامل ازاي؟ في المنطقه صعب شويه. ليه بقى؟ هم التعامل معاهم كده يعني صعب معانا شويه، بس خدنا عليهم وخدوا علينا. اتعودتوا على بعض؟ اتعودنا على بعض. بس مفيش يعني بتهيألي مثلا ان ما دام انت موجود في منطقه فاكيد في ثقه، يعني خلاص انا بروح لجزارة الشرقاوي عشان خلاص انا بالنسبه لي المكان ده. وبالتليفون كمان ما بيجيش كمان. طب ده حلو قوي، يعني هو اتصل بيك بالتليفون تبعت بيروح له الطلب بتاعه. طب ده جميل جدا، يعني دي اعتقد يعني ثقه ازيد. انا مش طبعًا. هنزل اقف اشوفك وانت بتقطع. لا طبعا، وبيروح له احلى حاجه كمان. والله لا ما شاء الله ما شاء الله. طب اللحوم المفرومه، اللحمه المفرومه، ليه اوقات بحس ان في لحمه مفرومه حلوه ولحمه مفرومه مش حلوه؟ حسب نوعيه العجل برضه. يعني النوع اللحمه في الاخر هو اللي هو اللي بيفرق، حتى لو في المفروم وحتى لو في المصنعات. نوع اللحمه اللي هيفرق. طب وانا اعرف منين نوع اللحمه كويس؟ يعني بعيدا عن الثقه بيني وبين الجزار، بس انا كواحده رايحه واشتري لحمه المفروض اعرف ايه؟ هل في مثلا
شكل معين، مواصفات معينة. اللون الوردي يعني تنقيها لونها وردي، بس برضو زي ما قلت لحضرتك مش منطق يعني، يعني مش اساسي. وبقى انتوا ضمايركم بقى يا جماعه يعني. يعني بس الواحد يتعامل مع ضمير الجزار اللي هو بيشتري منه. طب انا لو اللحمه المفرومه برضو ممكن تتخزن عادي تقعد وقت طويل، في حاجه معينه او طريقه معينه مثلا، او اطلب من الجزار ان هو يقطعها لي من حاجه من حته معينه؟ لا اي قطعيه وتكون طازه بس عشان تخش الفريزر. طيب احنا ممكن بقى نشوف الفيديو مع بعض. اتفضل. هنشوف بقى علاء وهو في المحل بتاعه، واقف وسط الناس كده بيقطع وبيوزن وبتعملوا كل الحاجات ما شاء الله عليكم. فتعالوا كده نشوف الفيديو مع بعض.
ما شاء الله بجد ما شاء الله، يعني نظام ونظافة وبجد لا هايل جدا جدا جدا. انا كل حد بقى في الفيديو اللي احنا شفناه ده عايزاك تقول لي وظيفته ايه، يعني انا شايفه ناس كتير ما شاء الله كل حد واقف بيعمل حاجه، فقول لي بقى كل حد بيعمل ايه في عندكم في المحل. انا هبدأ بسليم، اتفضل. ده ملك المصنعات عامه في المحل عندنا، وصنايع برضه في نفس الوقت. اللي بعديه كان محمود، ده من هو 9 سنين علمناه لغايه ما بقى صنايعي، ما شاء الله. اللي هو بعين خضره ده. اللي بعديهم احمد ابراهيم اللي كان واقف في الركن ده، احمد ابراهيم برضه داخل عليا يبقى صنايعي، واللي بيصور برضه صنايعي. والله ما شاء الله. بس يعني انتوا من زمان كل الناس دي شغالين معاكم وموجودين في المحل؟ كلهم ولاد المحل، 9 سنين 10 سنين. وكل حد بيعمل ايه بقى؟ يعني هل كل حد فيهم ليه حاجة معينة او وظيفة معينة طبعا. بيعملها؟ بنخصص لكل واحد، يعني محمود واقف معايا على البنك يبيع ويرد على التليفون معايا. سليم، احنا ممكن يعني احنا الفيديو هو كمان معانا، فقول لنا بقى كده يعني دي مراحل مثلا التصنيع او التجهيز بتاع اللحمه، صح؟ ده سليم اهو اللي هو اللي جنبي على طول. بعديهم محمود، ده صنايعي. وسليم برضه صنايعي بس جوكر ما شاء الله، حلو قوي. هيجي اهم بعديهم حاجه بقى فعلا. احمد ابراهيم. احمد ابراهيم ده بقى بيعمل ايه؟ يعني ناشئ، لسه بيتعلم. هيبقى صنايعي. يعني هو لسه بيتعلم معاكم. لا بس حلو جدا. بص انا شايفه انه زي ما بقول لك، هو اهم حاجه انه انتوا في نظام كبير جدا، في نظافه، ودي اهم حاجه. لانه يعني انا شايفه انه كل حاجه بص محطوطه بشكل صح جدا. كنت هنسى محمد اخويا على فكره. شفت بقى، شفت. ده اهم حاجه والله، هو اللي واقف دوت اللي في النص دول. ما شاء ده الله. صنايعي نمره واحد في مصر. انتوا في ايام الزحمه وايام المواسم اللي تبقى يعني الناس بقى الطلبات عليها كتير، بتتصرفوا ازاي؟ هل بتجيبوا ناس زياده بنجيب ولا؟ ناس متخصصه برضو، مش اي كلام، غير اللي احنا بنشوفهم في النت واليوتيوب والكلام ده كله، اللي طالع يذبح السباك، طالع يذبح الخضر، طالع يذبح والعجل جه منه وذبح غلط، كل ده بنشوفه. ما هي دي مشكله برضو، يعني عايزين نشوف لها حل برضو ديت. يعني صحيح انتوا المفروض مثلا لو انا هذبح في العيد اكيد بكلم حد جزار، حد متخصص، مش اي في حد. ناس كتيره بتستسهل، خضري تحت البيت عنده اطلع اذبح لي، يجري منه العجل ونشوف فضايح، تحصل مشاكل كبيره كبيره. طب اصلا هل غير ان العجل يجري او كده، هل اصلا طريقه الذبح نفسها بتفرق؟ يعني طبعا. انه ممكن يبقى ذبحه وموته، يا خبر مع ابيض. انه برضه مذبوح. ممكن يبقى ذبحه خانقه، معقوله؟ لو جاب ميه برضه عند الزور يبقى خانقه. يعني في طريقه معينه؟ طبعا، مش اي حد يذبح، مش اي واحد يذبح كده وخلاص، لازم يبقى فاهم ومتعلم، متخصص. مش سباك بيذبح بيعور وخلاص. صح. طب يا جماعه يبقى يعني ميت منه. لازم نشوف حل في الموضوع ده. طب انتوا ما فكرتوش تعملوا حاجه، او مثلا تبعتوا لحد مسؤول تطلبوا انه مثلا يكون في، مش عارفه، يكون في قانون مثلا يحجم الموضوع ده؟ بيحاول في الموضوع دوت هادي جراده، ده صاحبي هو بيحاول في الموضوع ده بصراحه، انا بهنيه برضو عليه. طيب نتكلم في الموضوع دوت، يعني يا ريت يا حاولنا استاذ كتير هادي. بس ما فيش نظره في الموضوع ده. يعني لسه ما فيش برضو، بس هو بيحاول. بيحاول. طيب حلو بس والله. يعني ده دي حاجه انا شايف انها حاجه مهمه، يا انه ريت. مش اي حد معدي في الشارع يذبح بصراحه. مش فكره ما نذبحش في المحل وخلاص، لا، امنع السباك والدوت ودوت ودوت. كل واحد ليه مهنته. يعني انت مش هتعرف تروح تصلح مثلا حنفيه بايظه. لا، ولو واحد راح يصلح الحنفيه يقول لك ما بخشش على شغل حد، صح؟ اشمعنى داخل على شغلنا احنا؟ صح. سواء الناس بتقول لك بقى احنا يعني ايه، عندي قريبي بيعرف يذبح، وخصوصا الناس اللي هم بيسافروا مثلا بلد، يعني يروح مش عارفه محافظه معينه او يذبح كده. وخلاص، قال له 200 جنيه 300 جنيه يذبح وخلاص. ويبقى يا اما الذبح غلط يا اما بتحصل فعلا مشاكل. انه وبتفرق في جوده اللحمه كمان، لا ازاي الذبح بقى؟ الغلط بيفرق في جوده اللحم، يحبس دم جوه اللحم نفسه، يبقى غامق كمان. يعني مش بس كده مجرد ان هي بتبقى، لا مش اي كلام. يعني حتى الذبح بيفرق في شكله وجوده اللحم. طبعا، صنع الذبح نفسه، صنع طيب ده. السلخ صنع. وانتوا بقى بتعملوا كل ده، ذبح طبعا وسلخ كل حاجه. وبعد كده تجيب بقى المواشي عندك في المحل. في المحل بتاعك. طب انت حلو قوي على فكره موضوع انه يبقى الجزاره ليها المزرعه بتاعتها، صح؟ يعني بتفرق معاك. طبعا بتفرق معايا في السعر وفي الجوده نفسها، يعني باكلها بنفسي، عارف واكله ايه ومتغذيه على ايه، علف طبيعيه وكل حاجه بدون هرمونات، مش هنزل السوق اجيبه وخلاص. صح. هي الحاجه بتاعتك انت عارف بقى هي طالعه ازاي وعامله ايه واكله ايه، ويعني من الاول للاخر. من وهي صغيره. من اول الطريق لاخره هي لاخرها. معاك. في المولود عندنا كمان. ما شاء الله ما بس. شاء الله. طب انت اتعلمت ايه من مهنه الجزار؟ الصبر.
اه والله الصبر والمكسب والخساره، مش كل حاجه مكسب. يعني تقدر انت ايه اتعلمت انت مثلا ما تزعلش لو خسرت؟ اه طبعا بزعل شويه بس عادي بنسى. ممكن تحول خسارتك لمكسب بعد كده. اه طبعا بمجهودي بقى. انا كنت مبسوطه جدا جدا بجد على انت نورتنا النهارده، نورك. ويعني ربنا يوفقكم بجد، مجهود كبير جدا جزيره الشرقاوي يا جماعه، تقدروا تكلموهم وتقدروا تروحوا لهم، ويعني من غير ما تروحوا كمان انتوا ممكن تتكلموا بالتليفون تطلبوا الاوردر بتاعكم، وزي ما انتوا شفتوا في الفيديو في نظافه وفي يعني امان، وربنا يوفقكم يا رب مش عايز دايما. انسى ابويا وامي على فكره. طبعا اتفضل. عايز ادي اهداء بس لابويا وامي ان هم دعائهم في كل حاجه. طبعا ربنا يخليهم بس لك يا رب، ربنا ودايما تبقوا يخليك. مع بعض وتفرحوا بولادكم كده، وانا بشكرك تاني على انك نورتنا. نورك يا فندم. ميرسي جدا. ربنا يخليك. احنا كده تكون خلصت حلقتنا النهارده من في الصالون، ويا رب تكون كانت حلقه كده مفيده وخفيفه عليكم، وعرفتوا ازاي تشتروا لحمه صح وتختاروا انواع اللحمه صح، وان شاء الله اشوفكم في حلقات تانيه. سلام.